قانون جماعي هير هير بتعرف هير 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 ربو ما يتزبط ما يتعطينا الوقت ساي شفعت هولو عند راسك على سلابتك يا اخويا شنو احوالك سلابتك يا بس ميكرو يا ودي شالك حد خويا هيب الحمد لله على سلامتك ان شاء الله هيك حالة الباس طمنين على حالتك صحية خويا الحمد لله يسلمك ليه بيس عملت عملية البارح وانا سبق الحمد لله الحمد لله خويا توا يزمك الراحة التامة وصحتك وكل شيء بعد قداش نشوفوك فوق الميادين بحول الله ان شاء الله كاو توا راحة يزمها راحة يزم واحد يرتاح يعمل ايديوكاسيون على قاعدة ومانيش مزروب خمسة شهور اربع شهور ستة شهور مش بشي قالك المفيد واحد يرجع ان شاء الله احسن من اللي كان وهيب راهو جمهور النادي الرياضي بن زرتي الكل راهو يطمن عليك والكل هاكم حدهم عليك قاعدين يستناو فيك يعطيهم الصحة وبلغوا لك السلام يعطيهم الصحة ولا كلموني برشا الناس الكل كلموني التليفون ولا على الفيسبوك ولا الكل جاي وزاروني هنا يعطيهم الصحة الناس الكل وان شاء الله نرجع لهم على قريب وان شاء الله نكون في المستوى ان شاء الله وبالنسبة للمنتخب التونسي شكون جاء تفاقدك وطلع عليك وسلم عليك خويا والله جاو كلموني بالتليفون اما ما جاوش كلموني اللاعبين كلموني فما شكون من الاطار الفني كلمني ولا من الاطار الطبي يعطيهم الصحة مش الكل بالطبيعة اما فما الناس اللي قراب لي هكا شوية وصحابي الكل كلموني ويعطيهم الصحة اللي كلموا اللي ما كلموش ربي يهديهم خويا هبا يعطيك الصحة وان شاء الله لاباس وربي معكم نستناو فيك بحول الله لاباس. عايز. السلام عليكم.